أهل السنة دعوتهم رحمة للناس، دعوتهم دعوة رحمة كما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدعوة أهل السنة دعوة رحمة فيها اللين وفيها الرحمة، فأقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد عليها وجعل لها القبول، وأحب الناس دعوتهم لأنها على طريقة رسول الله، فيها الرفق، فيها الرحمة بالناس، فيها اللين. وأما طريقة الخوارج ومن شابه الخوارج بالغلظة والشدة وتنفير الناس وتكفير الناس أو تبديعهم بغير ما يوجب ذلك، فهذه طرق منفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا.